السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الرواني او كيكة البسبوسة. الاول هقول لكم المقادير اللي هنستخدمها معانا: كوباية من السكر، كوباية من السميد او دقيق البسبوسة، كوباية من الدقيق الابيض، 4 بيضات، نص كوباية من جوز الهند المبشور، كوباية حليب، ونص كوباية زيت نباتي، كيس من البيكنج باودر، واتنين فانيليا. اول حاجة هنحط ال4 بيضات، وطبعا بعد كده هنحط عليهم الفانيليا. كوباية السكر، وهنضربهم ونخلطهم مع بعض. هنزل بعد كده بكوباية الحليب، الزيت، لغايه لما السكر يدوب تماما قبل ما انزل ببقيه المكونات اللي هي الجافه: الدقيق وجوز الهند. دلوقتي بعد ما اتاكدت ان السكر ده كويس، هنزل بكوبايه دقيق البسبوسه او السميد، وبعد كده جوز الهند، وكوبايه الدقيق الابيض، والبيكنج باودر. البيكنج باودر دايما بيتحط مع الدقيق. رشة الملح انا ما نسيتهاش، انا كنت حطاها على دي الابيض، وهرجع اكمل ضرب الخليط مع بعض. Thank you.
ودلوقتي الخليط بتاعي جاهز ان انا احطه في الصينيه بتاعتي.